ومثل ما بلشنا يا فرح صبحنا مع الحرف السورية والمحافظة عليها وتعليمها للجيل الجديد، رح نرجع لهذا الموضوع ورح نحكي عن مكان اسمه خان الزجاج، هو بدمشق، يعني بيقدم دورات عديدة للحرف السورية المتعددة لجيل حابب يتعلم، للشباب للصبايا، وأيضا بيهتم بهي الحرف وبيتبناهم ببعض الأحيان. خلينا نحكي عن أبرز الدورات يلي عم تقام بخان الزجاج، وعن أيضا المشاريع القادمة يلي رح يقوموا فيها مع السيد فؤاد عربش رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. قبل ما نفوت بالتفاصيل والدورات المتاحة ومين مشارك فيها، خلينا نعرف أول شيء مشاركتكم بمهرجان جان قلعة دمشق، ومين الفئات اللي شاركت معكم؟ هلا نحن تمت مشاركتنا بمهرجان اسمه بأيدينا بقلعة دمشق بدعوة توجهت لنا من وزارة الصناعة للجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية وللمركز التدريب يلي تفضلتوا عنه بخان الزجاج. نعم. هو المركز طبعا من الجمعية، الحرفيين اللي عم يدربوا من الجمعية، والمركز كمان أعلنت عنه وزارة الصناعة بالتعاون مع الجمعية لإقامة وظيفة، يعني هي صارت ثالث شهر رح ينتهي الدورة، ورح هي الجمعية والمركز نحن قمنا بالتعاون مع المكتب الإقليمي الاتحاد العربي والأسر المنتجة بتخصيص جناح خاص للجمعية الحرفية لأنه عندها عروض مميزة بحرفها التراثية. تخصصنا بجناح مميز، عملنا نحن أقسام لأنه شاركنا بورشات عمل، مو نحن شاركنا بشكل أنه مثل أسواق البيع، يعني نحط هيك منتج للبيع أو شيء. كل حرفي عرض المنتج تبعه وعرض الطريقة اللي بيشتغل فيها، حط حرفي عم يشتغل الأدوات التقليدية اللي بيشتغلوا فيها بالحرفة وكيف عم تتصنع القطعة. كان بهذا الجناح في إقبال كتير، كان كتير في إعجاب للزوار يلي زاروا الجناح. تميزنا بحرف كتير مميزة جديدة، أدخلنا مثل مثلا تربية دودة الأز واستخراج خيط الحرير، هذا أول مرة نحن بنشارك فيه، كان في إقبال كتير. يعني هي الحرفة تقريبا انقرضت من مدة، وهلأ في بلدة صغيرة بمحافظة ريف حما دير ماما، بدير ماما عم تعيد هلا، اغلب الاسر هنيك عم يعيدوا هالحرفه بالعمل فيها. السيد وزير الصناعه اثناء جولته وزيارته للمعرض حط اهتمام كثير لهالحرفه هي وللعاملين فيها، وحتى وجه لهم دعوه بالمساعده، شو بتطلبوا مساعده الوزاره جاهزه تقدم مساعده لهالحرف لاستمراريتها، لأنه كانوا بالأول يستوردوا بيوض وينتجوها هون، هلأ عم يربوا الدودة هون وأوجدوا بيئة ملائمة لعيشة ملائمة مثل شجر التوت، الغذاء الأساسي للدودة كمان أوجدوا لهم إياه، وصاروا عم ينتجوا الخيط هون، والخيط الحرير المنتج بسوريا من أجود خيوط العالم. يعني كمان كان المركز التدريبي له دور كبير أثناء العرض، توجه السيد وزير الصناعة على هالحرفيين اللي عم يتدربوا، كان متابعهم وزارة الصناعة متابع المركز التدريبي من بدايته عن طريق المركز التدريب المهني اللي موجود، كان في مراقبين على الدورات ومتابعين للحرفيين شو عم يشتغلوا شو العمل. المركز ناشط بخمس دورات تدريبية يلي هي العجمي، الرسم النباتي على الخشب، الخزف، القاشاني، الاكسسوارات والحلي التقليدية، الميناء على الزجاج. هدول ما يعادل 50 طالب، كل تقريبا 10 طلاب عم يتعلم حرفة من هالحرف وأبدوا اهتمام جيد، وأغلب الطلاب هن من طلاب الفنون، الآثار والمتاحف، يعني دراستهم كملوها بالدورة التدريبية، وكان في كتير نشاط منهم جيد، وفي مهرة، يعني في منهم موهوبين أعطوا شيء عمل جيد بتعليمهم لهالحرف هي. تمام،
يعني سيد فؤاد، من خلال زيارتنا السابقة لخان الزجاج يمكن اطلعت كاميرا الإخبارية السورية على الدورات وعلى الشباب والصبايا اللي خضعوا للدورات، صاروا هن أساتذة ويعطوا دورات. دائما كل وقت له تخصصه بدورة أو له مجال إعطائه دروس خاصة. خلينا نحكي على مر هالسنين، شو هي يمكن أبرز الحرف يلي تم تعليمها بخان الزجاج؟ شو هن أكثر الحرف يلي مشي سوقة مثل ما بيقولوا بهذا الوقت، وخاصة هذا الوقت صعب أنك يمكن تسوق لحرف لمنتجات يدوية؟ هلا أبرز الحرف يلي هي عليها كتير إقبال هي حرفة الإشاني. هي حرفة قديمة والعمل فيها صعب وشاق، وحتى تواجدها على الساحة السورية قليل كتير. كان في كتير إقبال عليها وفي تعلم كتير من الطلاب أنه يتقنوها. بالفعل عطوا كتير شير رائع بعملهم بالقيشاني. القيشاني بيجي لعدة مراحل بالزمن، يعني في القيشاني الدمشقي، في القيشاني التركي، في القيشاني الأرمني، في كل واحد له طبيعة مميزة. هلا نحن عم نعلم الطلاب على كل المراحل القيشاني وعلي دارج فيها أكثر شيء. لقينا في لهم لمسة فنية كتير حلوة، عملهم بالريشة أثناء الرسم وأثناء الخط كتير في إتقان. الألوان رائعة، عم يعطوا ألوان عم يطبقوها، هو الألوان يلي بتعطي الإيشاني جماليته بالآخير. بعد ما تتلون وتنتهى القطعة عم تروح على الشوي، بالشوي عم تطلع قطعة مثل رخام ولا أجمل من هيك. هي مراحل جديدة حطيناها على الإيشاني، عطت نتيجة إيجابية. بالمستقبل رح نشوف كتير طلاب. المواد الأولية للإيشاني هي متواجدة دائما وفيهم الطلاب أو اللي عم يتعلموا جديد إن هن يحصلوا عليها، حتى لو يعني غير مكلفة. طبعا لا مكلفة. هلا بالوقت هذا مكلفة وغالية، بس توفرها عم تتوفر يعني، بس ولكن غالي كثير. مثل المواد الأولية تبعها، الألوان اللي عم بيستعملوها مو حي الله ألوان بيقدر يستعملها الإيشاني، عم تفوت على درجة حرارة من فوق 1000 درجة مئوية، إذا مو ألوان ملائمة لهالشيء بتحترق بتنتهى. المكلف تبعها بعد النتيجة ما تطلع القطعة بحس الواحد إنه ما عاد في تكلفة، عم يعطي شيء رائع، شيء مميز ومطلوب. يعني أي زائر عم يشوف قطعة الإيشاني عم يعشقها، عم يلاقيها قطعة حلوة كتير مطلوبة للأسواق، كتير مطلوبة للزينة، لما تنعرض بالبيوت بالأماكن الثقيلة الفخمة، يعني قطعة مميزة كتير حلوة. بس لما عم نحكي نحن عن هي التكلفة العالية للمواد الأولية والجهد الكبير، وأوقات القطعة يمكن حتى تأخذ أسبوع وأسبوعين وممكن أكثر شغل حسب حجم ونوعية القطعة يلي عم يشتغلها الشخص اليوم، كسوق تصريف لهي المنتجات وبهي الظروف الصعبة الاقتصادية، إذا بدنا نحكي اليوم عن أسواق داخلية ممكن تتصرف ويكون إلى سوق أو مقتصرة فقط على الأسواق الخارجية؟ هلا هذا الاسواق الداخليه هلا بنقول تقريبا معدومه، يعني هلا المواطن يا دوب عم يدبر اموره المعيشيه بس. اما القطعه كمطلوبه خارجيا للتصدير مطلوبه كثير. هلا في مغتربين عم يجوا لسوريا، لهم اهل ولهم معارف ولهم، بس عم يجوا يزوروا خان الزجاج ويشوفوا هالقطع اجمل قطع انه ياخذوا منها هي. هي بالنسبه لهم يلي عايش برا وعم برا عم يعيش بالقطع الاجنبي عم يجي هون عم يلاقيها رخيصه. حلو. ما بتسوقها بلاقيها سهله، بس على المواطن السوري عم تكون غاليه. اكيد. هذا الشيء صعب نحن عم نعاني منه، ونحن متفائلين انه سوريا مستقبلا رح ترجع مثل ما كانت، رح ترجع السياحه ورح يرجع البلد. هذا املنا بالمستقبل، ترجع كما كانت بالسابق، ونشوف هالسواح وهالزوار لسوريا وكذا عم يقتنوا من المنتجات الحرفية السورية. هذا بيشجع كتير انه نشتغل ونتعب على حالنا للمستقبل، نوجد شيء جديد نحلي فيه بلدنا ونرغب الناس تجي تزورنا.
أكيد. أستاذ فؤاد، خلينا نرجع يمكن صوت المالدي عالي شوي، يمكن خلينا نرجع للمشاركة بمهرجان بأيدينا بقلعة دمشق. واليوم قديش مهم انه نحن هالاماكن الاثريه تكون هي حاضن للحرف اليدويه يلي نحن عم نسعى للحفاظ عليها. هلا نحن هلا مثل قلعه دمشق كان مكان اثري كثير ملائم للحرف التراثيه. هذا شيء نحن شجعنا انه خلال جو القلعه والحرف الموجوده، وحطينا نحن من معروضاتنا ادوات عمل تراثية قديمة. يعني صور كنا حاطين مخرطة خشب قبل دخول التيار الكهربائي لسوريا عم يشتغل، هو بيدور بالقوس ما في كهرباء، يعني عم يشتغل الحرفي بهالطريقة. هاي كانت ملائمة، وحتى اللي كان لابس زي التراثي الشامي القديم، الانباز والطربوش وكذا، يقول لك ابن المصلحة هيك كان يشتغل فيها. هذا لا عطول الناس عم تصور وعم تهي، حتى تبع الزجاج عم يقص بالالماسة وعم ينزل الزجاج على الفخار. في كتير دق التطعيم، تطعيم تنزيل الفضة على النحاس، تطعيمة هي بتصير بالمطرقة والشاكوش، ما في آلة تنزلها، بيحطها وبيمعس الفضة بقلب النحاس لحتى تاخد مكان الفراغ وتعشق فيه، ما تعود تطلع بالمرة. كل الحرب مع الاماكن التراثيه، يعني نحن هلا بنتمنى انه هلا هي اغلب الحرف هي موجوده ضمن دمشق القديمه. اذا بنفوت على المحلات بنلاقي الديكورات تبع المحلات تراثيه لساتها على القديم. دمشق القديمه معروفه تاريخها، عم تعطي جماليه اكثر للقطع. أكيد بدنا نشكرك، أكيد كل الشكر أستاذ فؤاد أول شيء على هي المعلومات. نتمنى التوفيق لكل الطلاب يلي يمكن عندهم شغف كتير كبير بالأعمال اليدوية. شكراً لك. أهلاً، شكراً.